الأمير علي محتر. والآن أمايك أنتم وأنتم شادر الأميرة هيان تيتسو. أوقفوا هذا العرس. ما هذا؟ كيف تجرؤ على إيقاف العرس؟ لا تصرخ هكذا في وجهي. أنا الأمير وأنا كبير الكهنة. أهلا وسهلا. أهلا بك حبيبي، وأنا المسؤول عن أمن هذه المملكة. المملكة لك، 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 التي ستكون ملكا لك في يوم من الأيام، أنت وأبنائك وأحفادك. وحفاظا على أمن هذه المملكة أأمركم بإيقاف هذا العرس. وما هي الأسباب؟ هذا العرس سيأتي بالخراب على البلاد. جاءت الحزينة تفرح، لم تجد لها مطرح. إنني أحبه يا كبير الكهناء. لوك الأوي أمر، أحفادكم سيدمرون ما بنيناه. تخيل معي يا ولدي، الملكة كليوباترا العظيمة ستصبح سجائر، منها عادة ومنها سوبر. الملك رمسيس سيصبح محطة قطار. طيبة مجموعة مدارس لغات. النيل مجموعة قنوات متخصصة. أنت رجل أوفر وأنا لا أفهم منك كلمة واحدة. إذن هل ترى معي المستقبل في البلد؟ متنساش بقى لما تصيح بتاع اللي انت لابسها ديت تبقى تعمل لي خاتمين حلوين كده. انت بتقول ايه؟ انا ادعوك ايها الامير ان ترى معي المستقبل. في هذه البلوره سترى المستقبل وكانك فيه. سترى العجب. سترى ما لم يخطر على بال أحد. سترى فيلما من أفلام السبك. محمد مشأة لما بنى جوهر استقل القاهرة عمل في سورها الشمالي بابين، باب النصر عند بابا عبده وزيزو نتانة بتوع الكبدة والسجق، وباب الفتوح مفيش حد عند باب الفتوح بتاع سندوتشات. إنما بنى في السور الجنوبي باب زويلة، برضو مفيش حد عند باب زويلة بتاع سندوتشات. كل الحواري دي بقى كوم، وحارة برقوق المراكيبي كوم تاني خالص. علي طب اديني فرصة اشرب بقى ما عطشان قوي علي. دي جامدة، جامدة دي قوي، دي جامدة. مية مية دي مطعمها كده ليه؟ ده علي المراكيبي رمى السيجارة من نصها، قال يعني كده صايع. عايز منديل. خد مني انا المنديل علي وكفايه. انا اتضربت خلاص، وبعدين انا عشان بحبك انا ماسك نفسي. انا ممكن اقع من طولي على فكره. ماشي يا سمير، انا هاخد منك المنديل، بس مش عارف اقصر الشر يا اخي. اما دي بقى هيام المراكيبي. حد جه يشوف حاجه ولا ايه؟ بنت عم عبد ايه والشهيره بهيام ساوند. انت بتضربنا علي؟ انت
كل ده مش واخد بالك؟ اه بضربك يا سمير. يا اخي ده انا اديتك فرصه تقول لي مش قصدي يا اخي. لا قصدي يا سمير. مش انت سمير؟ اه. وانا علي. اي. وده وشك ودي ايدي. اي. اهي. والمصحف هعذبك يا علي. لا يا علي. لا ايه؟ لا انت كده بتوصلها للجحيم. بعد اذنك يا عمهم خرج نفسك بره الحوار ده. الموضوع ده يخصني انا وسمير بس. اخويا لا يا علي. اخويا لا يا علي. وليد اللي تتمدى اخويا طهره. والكلام ده كله ليك يا منطقه. طب يلا بقى يا شاطر لم اخواتك السلاحف من هنا عشان ما اعملهاش معاك. يلا يا سيدي. 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 اخويا 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 اخويا. عملتها يا زيكو الكلب. مد ايدك عليا يا علي. انا اتضرب علي. هو انت قاعد لازم تتاكد كل ما تتضرب؟ اه يا سمير بضربك عشان انت عيل هفه ومش عارف تلم خطيبتك، وانا اخلاقي ما تسمحليش امد ايدي على واحده ست. من جاي مد ايدك على الرجاله؟ اه يا سمير. يا اخي دي الرجاله بالرجاله والستات بالستات يا علي. وبعدين انتوا ولاد عم في بعض، انا مال امي. ايه اللي انت بتقوله ده؟ بس ايه؟ طب بالنسبه لدراعنا يا اسطى، لولا ان قريبتك كنت اقسم بالله على الحرام من ديني وعهد الله. طب انت هتعمل ايه يعني؟ انا قلت اعمل حاجه، انا بحلف بس. وبعدين وام عيب. عشان خاطرك انت بس يا بابا. بابا الاوراداتي بيتقلوا يا بابا. انا ابويا اوراداتي يا ابن امك يا تربيه ست. ست مين عدمت الربايه؟ ما تصلي على النبي يا جدعان. والله العظيم ده شيطان دخل بيننا. ما نستغل فرصه ان احنا قاعدين على قهوه واحده كده ونشرب حاجه والصبح خير. لا بقى مش شرط صالح، وانا قلت من الاول الجيره الهباب دي مش هتنفع. البيت ده لازم يتباع. مش هيتباع يا علي. هيتباع غصب عن عين ابوكي، ولو ما وافقتيش هجيب فوق وتحته وهيهده، وساعتها هتبيع غصب عنك. هتهده ازاي؟ هجيب منتخب مصر يهده. عايز تهده؟ هات له جده. قول يا كله يوم يا عايز تهده. هاتوا جدو قول يا ريت. هاتوا جدو هاتوا جدو هاتوا جدو هاتوا جدو. واجه المقوله الشهيره اهو، عاوز تهدوا هاتوا جدو وداخل والشوطه. انت مش قلت لي اجيب جدو؟ انا ما عرفتش اجيب جدو، جبت جدي. وحياه امك. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ده الواد اللي شغال مع سمير. يالا سمير. اه اشتريته بسندوتشين كبده. بس بص فاخده بسم الله ما شاء الله، ده لو شاف في البيت مش البيت هيقع، ده الحاره كلها هتقع. صباح الفل يا كباتن. صباح العسل. انا عايزها تولع، عايز الرجاله دي تحس انها في كاس العالم، عايز البيت يقع من الحماس. بس بس يا علي سيب لي الموضوع ده. صباح تاتا. اتنين في تلاته. الجماهير هنا عظيمه والاداء لازم يبقى جميل. حبيبي يا شلبوك. حاره برقوق مستنياك يا علي. يا نهار ابيض. وادي علي اكتر خطيب سامعين للصيحات من الترس برقوق. عايز ايه يا سمير؟ انت جاي تهد البيت يا علي؟ اه يا سمير جاي اهد البيت. يعني انت جاي تهد البيت يا علي؟ بقول لك ايه يا سمير؟ انت هتقعد تتاكد وانا مش فاضيله. خد دي. الله 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 عليك يا علي، ايه الجمال ده؟ خلصت الكلام كله يا راجل. Thank you.
بس يا عم بتسقفوا على ايه؟ ايه يا عم انت عامل لي فيها مس ولا ايه؟ فيها كبات تلعب على ايه؟ يا عم العب على اللي انت عايزه بس عندي شرط. شرط؟ شرط ايه يا عم؟ هجيب حكم اجنبي. واحد الله خلاص يا عم مريح احنا بالمدافك تكل يا عم على الله. ولا ايه عندك طلعتين النهارده؟ يوم ده العنوان اللي هتفرش فيه العزاء. اه وده عنوان الفرح. ماشي ايه ما تخلص مستني ايه؟ مش شايفك في اي عناوين تانيه؟ احنا هنستظرف فنستظرف هدول ناقصك انا كده يا اسطى تبقى انت ورد عليا. اسمها الست ورده يالا. ملاحظ انك بتتكلم على مراتي. مراتي ايه ده؟ هو انت اتجوزت ورده عرفي؟ لا بس ان شاء الله ناوي اتجوزها عرفي. اه هتتجوزها وتورث المحل والتاكسيات والبيت اللي ورثته عن ابوها. ايه ده اللي انت بتقوله ده يالا؟ انا هتجوز ورده عشان ورث ابوها؟ امال عشان ايه؟ عشان ورث امها طبعا. يا افهم يالا، البنت وحدانيه ومن ساعه ما ابوها مات انا اللي ماسك لها كل فلوسها وبدورها، وبعدين عبيطه زي ما انت عارف، يعني ممكن اي واد شلح يلف عليها بكلمتين ويكيسها وياخد الفلوس ويجري، يبقى انا اولى من الغريب يالا. ايوه يعني انت اصلا عايز تسرق فلوسها؟ يعني مش سرقه، عايز اقلبها انصب عليها كده. اه يعني انت اصلا حرامي وواطي وزباله وزي ما تقول فيا. اقول طب كلم. اكلم مين؟ ورده بقى انت عايز تتجوزني يا علي عشان فلوسي؟ مين الكلب اللي قالك كده؟ انا لسه سامعك بوداني بتقول عايز اتجوز ورده عشان اسرق فلوسها. اغص عليكي يا ورده، اغص عليكي. اخر حاجه كنت اتوقعها ان انت تشكي فيا. انا شكي فيك ايه؟ بقول لك سامعك بوداني. تكذبي ودانك دي يا بنت وتصدقيني؟ انا لسه بقول لدقله مش هسمح لاي واد صايع يلف على ورده ويسرق فلوسها ويجري. تشكي في هنا؟ تشكي في عليا بنت؟ تشكي في الحب؟ طب خلاص يا علي والنبي. تشكي في الموز فوق السطح يا بنت وبير السلم؟ تشكي في هنا؟ خلاص يا علي والنبي. طب اقول له اراضيك ازاي؟ لا يا ورده انا زعلانه يا ورده. والنبي ما تزعل. وما تصحيني؟ طبعا. تعملي لي اي حاجه اطلبها منك؟ اي حاجه. رحمه ابوكي تشوفي لي معاكي 100 جنيه سلف عشان انا اشكور. حلو الورد ده قوي يا هناء، جبتيه منين؟ ده انا موصيه عليه من شهر فوق، فهي اللي مختربنا في بلدها. بس انت شايفه انك استعجلتي على جوازها شويه؟ اعمل ايه؟ هي اللي اثرت، فضلت تقولي بحبه. ايه ده؟ علي معايا بس زهقتني. ايه ده بصوت قطع اهو؟ هو كده يا غبي؟ دي حرقه غبي. استاذ سمير اتاخرتوا كده ليه؟ معلش اخر مره. المهم تاخدوا تعليمات الحفلة. طبعا انت عارف مفيش اغاني مهرجانات لان الاغاني دي تسبب حالة هيجل العروسة. سيب لو قلت الادب دي. مش قلنا الاغنية بيقصرها شوية؟ وطبعا زي ما انت عارف. مادام انا عارف ليه بقى نعرق؟ ليه ما نركزش احنا في الاغنية الجديدة؟ لان انا محضر لكم النهاردة اغنية جديدة نوفي من مجاميعه. اتفضلوا مادام. اتفضل يا باشا، ربنا يجعلها اخر الاحزان ان شاء الله. متشكر يا علي. تؤمر يا باشا. متشكر علي. انا عايز عزاء على اعلى مستوى. المحافظه يجي ومدير الامن وكل اعضاء مجلس الشعب تقريبا. يا باشا اعضاء مجلس الشعب هيتمنوا مجلس الشعب يولع بيهم عشان يتعمل لهم صوان زي ده باذن الله. امين يا رب. قصدي عايز حاجه كويسه جدا. تقلقش يا باشا تقلقش. ايوه هات يا دول. ما نورتش ليه يلا؟ بدري من عمرك اروح امك اللي داخل انا والباشا. هات دور. اتفضل يا باشا. اتفضل يا دول. ايوه ما نورتش ليه يلا يا اسطى؟ كله جاهز. نور الليله. تعيش يا باشا. نعم تعيش وتفتكر ان شاء الله. ثانيه واحده يا باشا، الغلط ده هيتصلح حالا. ازاي هتصلحه؟ ما تقلقش ازاي يصلحه. استوري نفسك. بتعملي ايه؟ انتوا بتنقلوا ايه؟ ده عايز ناس محترمين. تعالى يا دقله. ايوه انتوا بتعملوا ايه؟ ده عايز ناس محترمه. ده بتقولوا ايه؟ الليله عيد يا اسطى. ايه الليله عيد؟ الليله يلا طفي النور يلا. والان حان الان موعدكم مع نجمه ليست كالعاديه، نجمة ليست كالطبيعية، نجمة في مستوى المستمع المتوسط، النجمة التي رفضت دويتو دويتو يا أهبل.
دوته يهبل مع راجب علامه عشان والدتها في المستشفى تعبانه. يا سلام على التربيه والتعليم. الفنانه صاحبه الاغنيه الشهيره طائر بلا اجنحه مطلوب يطير ازاي. الله يا استاذ. الله بجد؟ اه. هقولها تاني؟ ايوه استاذ. انا بقول طائر بلا اجنحه مطلوب يطير ازاي. سواق يسوق في الضلمه مطلوب يسوق ازاي. طارق ذي بلا اقمشه يعمل قميص ازاي. طائر يطير ازاي. سواق يسوق ازاي. هي منفسنة. ايه قميص ازاي يحمس. النفسنة دي انا عارفه طول عمرك بتغير مني. انت اللي انانيه. ما تسيبيني اكمل. كانوا هيسقفوا. يسقفوا لك ايه يا ابني؟ انا جمهوري اشتاق لي. ايه سمير يا جماعه؟ كلاب يا سمير. انت عرفتي جايبني يا سمير اغني فرح كلاب؟ كلاب دفعت لنا اكتر من البني ادمين. ايه في كلاب سميع؟ انا اول مره كنت هطلعك من كلب. ازاي تجرأ على موهبتي كده؟ ازاي تعمل فيا كده؟ انا ما بغنيش لكلاب يا سمير. لا انا ممكن اغني عادي. انا نفسي افهم يا اسطى يعني براندا بتعمل ايه ده كله جوه العربيه؟ بتستر نفسها بحاجه. ما عندناش نسوان تمشي ملط في الشارع كده. انا مش فاهم انت ازاي مرتبط باتنين في نفس اللحظه. مين الاثنين دول يا ورده وبراندا؟ لا ده انت غبي. يلا قلت لك ورده دي هتبقى مراتي. طب وبراندا دي اللي هخون مراتي معاها؟ يعني انت قصدك ان براندا دي مجرد واحده سفله تعرفها قوي؟ سفله جدا. يعني انت قصدك ان براندا دي مجرد رقاصه تعرفها؟ راوي نقطوها ولما انا النقطه. يعني انت قصدك يا اسطى ان براندا دي مجرد واحده شمال تعرفها؟ شمال 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 بس يعني. طب كلم يا اسطى. اكلم مين؟ براندا. الله تاني. طب خليك بقى رايح فين. هاي بيبي. هاي. انا سمعتك بتقول عليا شمال. يعني ايه شمال يعني؟ يعني ايه شمال يا دقله؟ شمال يعني شمال يا براندا يعني وقف في الحته الشمال. يعني انت في القلب يا بنت. ويلا يلا نجري على فوق. يلا اتاخرتي. يلا بكره 11 ونص في الكباريه. روح قلبي. ها تعالى هنا. رايح فين؟ قمر يا اسطى. ليلى هلولا. بسم الله ما شاء الله. اللهم قوي ايمانك يا بركتنا. الله اكبر. انا مؤاخذه يا ماما. تحياتي لله والصلوات والطيبات. السلام عليك يا النبي. السلام علينا. يعني افتح النور ولا اقفل له؟ امال ما تتحرق فيه ايه؟ بسم الله الله اكبر. مالك يا ام في ايه؟ سلام عليك يا نبي ورحمه الله وبركاته. يا ام انت بتعملي ده؟ انت بتصلي عينك في عيني وبتكلميني. يا ام صلت ايه دي؟ سلمي واطلعي من الصلاه وكلميني زي ما بكلمك كده. السلام عليكم. يا سلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله. يا غبي عمال اعمل لك كده عشان اقول لك ان انا عملت نسخه من مفتاح شقه عمك وبكره الصبح الشقه فاضيه مش هيكونوا موجودين. تخش وتدور بسرعه وتجيب لي حجه البيت. وانا المفروض افهم كل ده وانت بتقري التشهد؟ وبعدين يوم ما في حد يفكر في السرقه وهو بيصلي؟ ايه كحود القلب ده؟ اعمل ايه عشان مره في حياتك تصلي ركعتين ربنا بنيه خالصه؟ وديني يا عمر. لا خليكي كده احسن. ربنا غفور رحيم وبيتقبل. فين المفتاح؟ وكمان جبت لي عربيه. قلت لك مفيش حد هنا. وبعدين احنا جايين نسرق يعني؟ ما احنا جايين نعمل ايه يا اخويا؟ يا اخويا جايين نسرق العقد. يا غبي طب بتشتم ليه يا اسطى؟ انا كنت بستفسر. يا ده انا مفتاح سوق ولا في ايه؟ حمار. او انت اللي حمار. تشتمني يا لا تشتمني. ما انت اشتمت الاول. صلى على النبي يا حمار. مين ده؟ انا شريف. شريف مين؟ شريف مجدي البغبغان. اللي اعرفه ان البغبغان ده بيسمع كلامه يعيده تاني بس. سوري ده بغبغان قبل على نفسه كده. وده كان قبل الثورة. لكن بعد الثورة احنا كبغبغانات لازم نعبر وثقة في اللي هنتكلم. ايه ده بغبغان محمد رمضان؟ يا تقلي دم امك. ماشي يا علي. بس يا ايه اللي انا بعمله ده؟ وانا بتكلم على بغبغان. تعالى يا ابني خش جوه. غلطان انا عارف مكان العقل. عارف مكان العقل؟ طب ما تقول لنا هو فين يا استاذ شيرين؟ اهو بقى لفوا كده هتلاقوه في وشكوا. العقد داخل عليكم. اخبيا وكل مره بتيجوا عشان تسرقوا العقد بقفشكوا. بس انا المره دي مش هسيب حقي. وحياه ربنا اللي هفضحكوا في الاماره وهجيب حقي كويس يا سمير. ايه يا ابني السرعه اللي انت فيها دي؟ ده انت لو ما بقيت واتساب كنت خدت وقت اكتر من كده. انا عايز اعرف حاجه واحده.
انت اللي دخلك الشقه عند خطيبتي. ما تسال خطيبتك، انا كنت واقف وهي اللي دخلت عليا. سمير سمير، هي كلمه واحده بس، دخلت لقيت في بيت خطيبتك شحطين، هتعمل ايه يا دكر؟ انت لو دخلت على خطيبتك الشقه ولقيت معاها شحطين هتعمل ايه يا دكر؟ هروح انادي اخواتك يجوا يدوا له علقه. هروح انادي اخواته يجي يدوا له علقه. يلا يا سمير فيكو، خليك انا اروح انا ادهن لهم. شكرا دول اختمك في خطيبتك. خلاص يا سيدي خلاص، كفايه هتتعبوا. جدا بس ممكن ااجل السفاله وقله الادب دي واسال سؤال؟ انت مين يا عم انت عايز ايه؟ مش ده بيت الاستاذ علي والاستاذه هيام؟ ايوه هو بيت الزفت علي والزفت هيام. انت سالك يا جدع، انت سالك يا جدع. خلاص هو مين حضرتك ومين اللي معاك ده؟ مستر توم كروز. فعلا هي مهمة صعبة. ما تهدي شوية. وحضرتك تطلع مين؟ أنا أنيس عبيد. بتاع الترجمة؟ أيوة. قولي وربنا؟ أنت بتابع. والله يا أستاذ بشوف كل جمل حضرتك بس بتعدي بسرعة كده بلحقش أقرأ. شفت لي كابتن مصر وزنقة ستات؟ زي العسل يا أستاذ. ترجمتي. ما كفاية تفاهة بقى، خلينا نعرف الناس دي عايزة مننا إيه؟ إيه يا عم أنيس أنت وتوم كروز بتاعك خير؟ أموره. شوف إحنا عايزين نخرجكم من البيت الزبالة ده. تخرج مين أنت اتجننت؟ اهدي بس يا مدمزيل، انتوا من النهارده خلاص مش محتاجين بيوت، انتوا ورثتوا مقبره. انا فاهمكم ببساطه، مستر توم كروز يبقى خبير اثار عالمي جاي النهارده عشان يقول لكم انكم ورثتوا مقبره مليانه اثار. لا انا مش فاهمه حاجه خالص، انت لازم تفهمنا واحده واحده. انا هقول لكم. جدكم الامير علي الحطب واسمه الحركي بيس، هو الابن السابع للملك حنتيس. الله يرحمه، كان اسمه على مسمى، كان راجل بيس فعلا. في يوم قام من نومه على كابوس رهيب. الحقيني يا عمبا كدك موي يا بعيد، افزعتني من احلى تهنومه. انتظري هنيها، لقد حلمته بكابوس رهيب. حلمت خير، اللهم اجعله خير، ان في عصابه شريره هتسرق كل حاجه، الهرم وابو الهول والمعابد، حتى مجوهرتك وسيختك هيتسرقوا من البيت هنا. بقولك ايه، اذا فقد حلق واحد او اسمر الثعبان من بتوعي قسما عظما لبعتك مقبره شبرا عند امك سعديه بلبوس. لا عايزين، انا لابس حاجه، ما انا مشلح اهو. الصبر، انا ده اجتماع هام اليوم مع الوزير والكاهن في تمام الساعه 3 بي ام شارب، بس اجد الحل. توريني التاج ده الله يسترك. اتصرف يا عالم حطب، الرب معك، كحلاتي ومجوهراتي. ما خافش لا على المسلات ولا المعابد ولا الهرم ولا فيصل، خاف يرجع لأمه بلبوس. حكى الحلم لوزيره المخلص. أيوة وزير سمرميس. هو جت حل؟ الحل يا مولاي عند ساحر السيرك الفرعوني الساحر ميدحت. انت متسقف على ايه؟ ما هو بدأ ميدحت، هذا اسم فرعوني؟ ما هو ساحر بقى يا مولاي. تفضل يا مدحت. انت خايف؟ انا خايف؟ امال جايب امك ليه هنا بتونس بيك؟ يا ابو امك دي انت بتكلم عتار، بتكلم عتاس ولا ايه؟ انت بتكلم الملك يا كلب؟ هو ده الملك؟ انا عارف والله العظيم، انا ما اعرف والله العظيم، مطبق من امبارح ولسه شايف شجر البانجو مش فاهم. بانجو انه يقصد يا مولاي بعض من حشائش السافانا في غاباتك يا مولاي. انت معاك فلوس؟ انا معايا فلوس؟ يا ده انا الملك هنا مش جوز امك، انت فيه ما تفهموا حاجه. ده عايز تخبيها؟ عايز اخبيها. طب ما تخبيهم معايا. انت جايب لي ساحر حرامي ده عايز ياخد الفلوس. خلاص خبيهم معايا. انتوا جيتوا تصوموا عليا يا اولاد الحراميه. واد يا مدحت، عندك حل ولا ما عندكش؟ قال لي ايه بس؟ والله انا ساحر غلبان، اقفل في فرخه، اطلع ارنب، انا مالي؟ انت جايبهولي ليه؟ والله يا مولاي انا لقيته في المملكه يا مولاي، وهو حلف لي ان هو ساحر. انت مش حلفت انك ساحر؟ طب ما الكذب فيها. الكذب يا كذاب ليه؟ ولا انت فاكرني ساحر؟ يلا انا طويل في السن اهو. طويل في السن واحنا بنتكلم في التليفون يا كذاب، ما انا شايفك. وابو ما بكذب. بتوقعني مع انت ملك. بيس راح لقى سمرميس قاعد مع ساحر المعبد مدحت. اللي اقترح عليه يدفن كل المجوهرات في مقبره، وانه يعمل له عليها تعويذه
ما تفتتحش غير للحفيد رقم 555. دي مش كولونيا على فكرة. بيس أمن لهم ودالهم ظهره لبرها. للأسف حاولوا يعملوا معاه الجلاشة، لكن مين؟ ده بيس ابن قرود. يطلع فيها كام يعني المقبرة دي؟ أنا هقوله ما تتخضوش، 500 مليون دولار. واو الحق. معاك عربية نروح بيها ولا ناخد تاكسي؟ ده بقى باب المقبرة اللي مش هيتفتح إلا بوجود الحفيد رقم 555. حفيد رقم 555؟ يس. طب جده بعدها على نفسه ليه كده؟ ما كده عمره ما شاف المجوهرات، لا هو ولا سيدته الله يرحمه. عشان كان غبي. ايه؟ والوزير اللي معاه غبي، والكاهن اللي معاهم هما الاثنين اغبى منهم هما الاثنين، عشان كده رجع لامه بلبوس. انت ازاي تتكلم على جدنا كده؟ ما تنطقش. شفتني وانا اعرفه. بقول لك ايه يا استاذ انيس؟ مين اساسا الحفيد رقم 555 ده؟ ابنك. ابننا؟ من هيام. ايه؟ انت عايزني اتجوز وخلف من البني ادم ده؟ اتنقلي وانت بتقولي. بقول لك ايه يا استاذ انيس؟ انا هوريك الليله. انا والبنت دي اساسا ما بنتقش بعض. انا عندي فكره. احنا نجيب اتنين مقاولين انفار يدشدشوا ام الباب ده ونخش نجيب الكنز، ايه رايك؟ اتنين مقاولين انفار يدشدشوا ام الباب واجرتهم عليا كمان. مش هينفع يا عم القور. الله ليه بس؟ اي محاوله غير اللي انا بقول لك عليه ده اهو المعبد كله هيتهد فوق دماغنا ونضيع كلنا. فتلموا. ها هتتجوزوا؟ طالما نفختي كده يبقى هتتجوزوا. انا قررت اتجوزك بس على شرط. لحيني يا معلم، هي ما عندها شرط عشان تتجوزني. ايه هو الشرط يا اختي؟ انا هتجوزك بس هفضل بنت بنوت زي ما انا. انت بتضحك عليا يا راجل. انت تيجي ازاي يا بنت؟ ها تيجي ازاي؟ اتصرف راجل انت ولا مش راجل؟ والله الرجاله بيتصرفوا. انا راجل غصب عن عين ابوك اللي قاعد ده، بس لو عملت اللي انت بتقولي عليه ده بقى مش راجل فعلا. مالكش عندي غير ورقه الجواز، لكن احمل واخلف وارضع واقرع ماليش في الجو ده. انا مش هعمل كل حاجه لوحدي. قلت لك اتصرف. اتصرف ازاي من وجهه نظرك؟ على فكره في رجاله كتير بتعمل عمليات تحويل وتقلب ستات وتحمل وترضع عادي. عايزاني اعمل عمليه تحويل؟ عليا النعمه لو ما تعادلت يا بت لحولك لذكر بط. انت فاهمه ولا لا؟ بس بقى اسمعوا، انا جمعتكم النهارده علشان عايزين نعمل هدنه من الخناقات اللي بيننا وبين بعضينا. تصدق اول مره في عمرك تقول حاجه عادله. تسلمينا يا ام علي. وبعدين في حاجه كمان، الراجل اللي اسمه توم ده عارف عننا وعن عيلتنا كل حاجه، واحنا ما نعرفش غير مكان المقبره اللي هي التربه دي. نضمن منين احنا بقى ان الراجل ده ما يروحش ياخد الكنز اللي في المقبره دي ويفلسع ويسيبنا احنا بلابيص؟ صح، انا شايف ان احنا لازم نراقبهم ونعرف كل تحركاتهم عشان ما يغدروش بينا. صح، تصدق بدات تفكر كويس. هلا ايوه، بس مين اللي هيراقبهم؟ مين اللي هيراقبهم؟ يا مؤاخذه بس علي، في 10 كراسي اتكسروا في الفراشه تحت. في ايه؟ تبص لي كده ليه؟ ربنا انا اللي كسرتهم. يا الله، طب ما السياحه رجعت اهي. السياحه ولعت. عشان اتجوز بقى يا علي. اتجوز ازاي يا ورده؟
وانت حطيتي العقده في المنشار وقلت لي عايزه شبكه وشقه وفرح، اجيب منين؟ إيه؟ مش انت ورثت؟ لا لسه ما ورثتش، عشان اورث في وصيه معينه لازم انفذها، وده الموضوع اللي انا جاي اقول لك عليه. موضوع ايه يا هيام؟ ورطرتيني. انا مش عارفه ابتدي منين وانا عارفه انك رهيف ومش هتستحمل. من الاخر كده، لو ما اتجوزتش البنت هيام وخلفت منها مش هورث ال 500 مليون. طب ما كنت قلت كده من الاول. مبروك يا هيام. تمام، شاكر قوي يا دقله. ربنا يخليك دقله. يا باشا ده يا باشا حرام عليك، حرام عليك، ده انا متنكر ليه كده؟ هو انت شكلك ما كانش كده؟ ايه يا باشا، انا انسان طبيعي. انسان طبيعي؟ هو في انسان طبيعي اسمه دقله؟ تعال تعال حبيبي تعال. حرام عليك والله العظيم، ده انا تعبان معاك من الصبح والله. شوف يا دقله، انا عاوز اعمل معاك ديل. ليش؟ مش هيفهم ديل، هو الحاجات دي مش هيفهمها. مرمه، سبوبه، نحتايه. مصلحة. مصلحة. أيوة. مصلحة ولا مروحة؟ مصلحة ايه يا طيب؟ هقول لك انا عايز عليك ما تغفلش عن الواد اللي اسمه علي والبنت اللي اسمها ايام لغاية ما يخلفوا لنا الورث. ما ينفعش ما ينفعش يا باشا، انا اصلا المفروض برايبكم انتوا وانقل الاخبار كنتوا. ولد ده جميل. تفتكر مستر توم الايتمز اللي معايا ممكن تخليه يتزحزح؟ اصل انت ما تعرفش دقلة زي ما انا اعرفه. عارف اني واحد تاني واللي باقي واحد تاني وانا مستعمل غباء الاولاني. اقفل الزفت ده، مالك فيه ايه؟ انا جيت عليك يا علي، كسرت كام كرسي؟ ما كسرتش. سرقت من راد المحل؟ يا ريت. امال حبيبت ايه؟ انا خاين يا علي، انا برهبك انت. اقول لي انيس وتو نعتني بكام يا زباله؟ 3000 جنيه معلومه. قولوا ربنا والله العظيم. وندمان يا ابن العبيطه، ده انا لو ادوني 50 جنيه هروح بنفسي ابلغ عن نفسي. يعني اكمل عادي؟ كمل ياض ودوس. بس بقول لك ايه؟ ايه؟ عايزك تبقى عميل مزدوج. هنا يعني اخد 6000 جنيه؟ لا، هتاخد نفس الثلاثه ونقسمهم انا وانت مع بعض. اه بس ده يبقى غش يا علي. غش ايه؟ غش ايه؟ ده انت هتبقى زي رافض رجال بجد والنبي. هو النعمه. ماشي، ربنا معاك يا دقله. ربنا معاك يا علي. دقله مصر. ايه ايه؟ هما لما بيقولوا مصر بيحضنوا بعض. مصر القديمه فيها فرح هتتنيل، تروح تفرشه بعد بكره. يوه. شايفين الحلاوه؟ شايفين الفيو؟ عمار يا مصر الحقيقه، عمار. فرحكم ان شاء الله هيبقى تحت سفح الهرم. الهرم شكله اتغير قوي، وبعدين انا عندي تساؤل، يعني هو ايه اللي جاب ابو الهول جنب الهرم كده؟ بلد مزنوقه يا ابني. بيبيعوا عصارات؟ لا مش ده المعنى. لازم احنا لازم نقف جنبها. بقول لك يا راجل يا نصاب، انت قلت لي هتعمل لي فرحي في الهرم، انا هنا فين؟ احنا في مدينه الانتاج الاعلامي. فين؟ مدينه الانتاج الاعلامي اللي بيعملوا الافلام والمسلسلات والسيت كوم. ليه عملت فيا كده؟ ما وديتنيش الهرم ليه؟ زحمه جدا وغالي طحن. غالي ايه وانا هشتريه؟ هتعمل لي فرح في مدينه الانتاج الاعلامي؟ ده عمرو اديب ولميس الحديدي ما عملوهاش. طب في مفاجأة تالتة هقولها لك ولا ايه؟ لا لا قول خلاص قرب. واحنا جايين مع بعض في العربية قال لي في مفاجأة، ان شهر العسل بتاعكم هيبقى في الأقصر وأسوان. حلو. اشمعنى الاثنين؟ الأقصر وأسوان حيث المعابد والآثار، فنفتجر الورث ولا ها ها. على فكرة بقى نزلة السمان هتدي نفس الإفكت. نزل السمان تجيبي بنت بالكتير، واحنا عايزين ولد الورث وتلمي بقى. ما تتنقلي تقعدي وتسكتي، انتي بتوفري لهم، عايزين نتفسح. حلو الأقصر وأسوان والجو ده حلو. لا لو فيها فسحة بقى أنا مش هسافر من غير سمير. أنا ما بسافرش من غيره. أوه إريال بيقول لك. ما ترجمش يا ريس، هي واضحة ومفهومة لوحدها. أيوة ويسعدنا ويسعدنا حبيبي عبد الحميد حبيبي. يلا ينزل يا استاذ انيس. الشنط دي انت سارقها ولا ايه؟ سارقها؟ جايب لكم لبس براندات وسينيهات هتنضفوا بقى. انت شايف مراتك لابسه ايه؟ انا ما شفتش وشها من ساعه الفرح. حلوة يا جدعان، الناس نظيفة قوي. اوبا صباح الخير. صباح الخير، مبروك. سعيكم مشكور. مبروك يا عروسه، ما شاء الله زي القمر. ميرسي قوي. شكرا.
والله لو عجبك شيلها. ايه ده؟ شيلوا وحطوا عليك يا بعيد. وبعدين شايفه يا استاذ اليسا اللي مش هيجيبها على العصايه دي واطلع بره الموضوع. مش دعوه علي. علي يا ابني. يا علي عليا النعمه تتعامل معاك الصح ولد. معلش يا فندم دي طقوس الجواز عندنا زي ما تقول كده سلو بلدنا. وات از هي دوينج؟ بيقول ايه ده كمان؟ بيقول لك ثلاثه بالله العظيم لو ما اتلميتها اولاد الكلب يا زباله لا نمشي ولا هتطول ولا ورث وكمان هنسيبك تدفع الفود. ايه كل الرغي ده؟ ده هو قال وات از هي دوينج. طب اتفضل شيلها على اوضتك. شيل مين؟ او بقى والله ادوس. لا بس دي عايزه دي حيوان. وده دوله مين الحته دي يا عشان تعرف بس اللي احنا مش قليلين. دي عشيقتي ولا يا سعاد؟ Sorry, I don't understand. What are you talking about? انت لو سبت لي بس انت نفسك اقسم بالله والمصحف الشريف وعبد الله والله العظيم هتعمل حاجه ده بيحلف بس. بس بقول لك ايه ركزي معايا انا هفينش المصلحه اللي في ايدي دي واجي نوليها تساوي. اوكي المصلحه يا قاتل. شي لافز مي بتموت فيا. يا بنت العضاده فين يا عم الاوضه اللي جايه دي على طول؟ وانت لازم تاخدها بعيد قوي كده انا ظهري وقف. على ناصيتين اصلا. كنت تفضلوا معانا احسن. نو. انت بتقول ايه يا عم؟ مش وقتك خالص. حتى دي مش فاهمها ولا اخش عليها بلدي واخلص. ايه الادب والسفاله دي يا بني ادم انت؟ الراجل عاوز يطمن عليك يا حلوه. يطمن على ايه يا بنته؟ بس يا عم كده بس. بقول لك ايه يا نجم؟ ما بعتلكش اكله حلوه عشان ترفع راسنا. اهو النبي انا واقع من الجوع. وحط العصايه دي على البنت بتاعتي. لا ده البنت بتاعتي دي. لا ده انا عينيا. حبيبي السلام عليكم. وعليكم السلام. حاسس ان انا شايل ذنوب يوم القيامه. بس اتفرج على التلفزيون في ماتش النهارده الاهلي. مفيش فرجه على التلفزيون. هات صح عندك حق مفيش وقت نضيعه. تعالى اقول لك ايه. عارف انا مستني اعمل فيك ايه عشان فضلك خليتك دي. بقول لك يا بنت انت اصر على نفسي شادر ليمون وهبلعك بكوبايه ميه عشان اخلص من الليله السوداء دي. هما 9 شهور لازم نجيب العيل. تعالى لا تعالي علاقه. لو جربت تلمسني تاني هقتلك بجد المره دي. يا بنت المفتريه انت قطعتي نفس امي. انا اصل لو عايز اقرب منك مش هعرف. بقول لك ايه انا ماليش في الكلام ده. انا هتبين اقول للاستاذ عيسى هو يبين يشوف صرفها معاكي. ارهاب الزوجة وعدم اشعارها ان هي ده النهارده واجب قومي عليها واجب وطني لابد انها تعمله والا هتتحاكم. واحيانا كتير بيبقى غير موافق لدرجه ان هو ساعات بيهددها هقول لوالدتك هقول لباباكي هقول انا هنده بقى لامي وتيجي تشوف حل معاكي. انا بقول الكلام ده بيحصل. لا انا قلت اقول للاستاذ انيس. لا ده هل بالضروره انه يحدث يوم الدخله الدخول يعني ولو ما حصلش يبقى يعد هناك مشكله؟ في رقابه هتطير هيكون في مصيبه يا استاذ عمرو. امال هم سموها ليله الدخله ليه؟ ما كانوا سموها ليله الملاطفه. ايه الكلام ده؟ ايه يا ولاد سكتوا ليه؟ ده احنا متابعين من بره وفرحانين قوي ومزقططين. في ايه؟ ايه يا عم في ايه؟ صنطوا علينا ولا ايه؟ انيس والنبي خدني من هنا دلوقتي حالا. اخدك من هنا ايه؟ عمل فيك ايه الحيوان ده؟ حسابي معاك بكره. بكره؟ احنا لسه هنستنى لغايه بكره؟ انا مش هبات معاه النهارده. اهدي بس. هتدي له حبايه من الشريط ده. قالوا عصير ينيم جمل حبايه واحده. اوعى تدي له اكتر احسن سكت قلبيه واحنا محتاجين البيت. انت بتقول لها ايه يا عم؟ ابدا سلامتك. يجيبكوا عشاء يا ولاد القرود. يجيب كتيبه مش عيل واحد. ميرسي يا انيس. لا علي انت لسه مغيرتش هدومك يا علوة؟ حلو يا بنت تصاحبيني ما تظبطي. غير هدومك بقى عشان نغيث استاذ عمرو الليسي. هو في ايه بالظبط؟ انا الحقيقه بضعف قدام الاساليب الحقيره دي. دي مش اساليب ولا حاجه. الله مش انت جوزي وحبيبي وحلالي؟ انا بقول كده من الصبح بقول كده. انا علي. ايه يا حبيبي؟ علي ريحتك وحشه. انضف من ريحه امك الزباله. ما بطل قله ادب بقى. ايه يا بنت اتحولتي تاني ولا ايه؟ يا حبيبي ما انت اللي بتنرفزني. خليك رومانسي. خليك رومانسي واشرب العصير ده وخش خد دش على ما البس لك قميص النومه. عشر ثواني وهديك. مش محتاج دي يا خواجه. خد. نبت القرود. انت معلم منك بين اتعلم. علي
يا ولا ده عيب كده، ده انا كلها بدقه. روح يا امك خش خد دش. ايه الكرش ده؟ فين النسوان اللي هنا؟ النسوان يا علي، النسوان يا ولد، فين النسوان اللي هنا؟ فين النسوان يا ولد؟ وبعدها لك هفضل عيد وزيد فيها كل شويه. هو طلب واحد من ساعة معرفتك مطلوب منك. انت تعيل مش عارف تجيب لي عيل؟ انت تعيل ايه يا استاذ انيس؟ انا كان عليا انا العيل ده ممكن اجيبه ان شاء الله من دقله. ايه يا اسطى في ايه يا اسطى؟ وانا عشان شعري طويل وخدت البت مني ونزلت البسينة تفهمني غلط ولا ايه؟ بس هادي تراخى. مش عارف تجيب حته عيل؟ وري لها العيال الحمراء استر الله ضلع. ذبح لها القطه من عينيا الاثنين. هذبح لها القطه بس بكره الصبح. النهارده العباد في قطه. نعم يا اخويا. المشلح ده وخارج على فهم الغير اذني. وانت مالك؟ انت بتمد ايدك عليا يا علي؟ انت جامد؟ انت خلاص خالص؟ انت متجوزة علي مراكيب يا هانم اللي هيصبحك بعلقة ويمسيكي بعلقة ويضربك لحد ما تقولي كفاية؟ كفاية ولا ايه؟ ايه ده؟ ايه اللي انا شفته ده؟ ايه شفت ايه؟ مراتي وبتضربني عادي ما فيهاش حاجة يعني. I can't believe I lost my cat. Really, I lost my cat right now, please. يا فندم 10 دقايق يكون موجود. يا ابراهيم. اظن مش محتاج افكرك ان القطه دي امريكيه، يعني لو حصل لها اي حاجه كلكم مرفودين. انت ايه اللي جابك واللي انت شايله في ايدك ده؟ لا تعلم قطه. قطه يا اسطى في ايه؟ ايوه جايب قطه ليه؟ مش قال لك بحلال القطه؟ انت ايه يا حبيبي؟ بحلال القطه. طب اتفضل اخد القطه اللي انت جايبها دي واتفضل من هنا انت وهو بدل ما هو. Please do something for me please. I really need my money. انت القطه دي بنت انت اهتم بنفسك بدل ما تذبح القطه دي وتبيعك انت كمان. اسال مكانك وهو هتذبح القطه. ويتبقى احنا انا عادي؟ حضرتك امريكيه؟ حضرتك انا اول مره اشوف الكات دي دلوقتي حالا. يا فندم احنا متشكرين جدا مش عارفين نشكرك ازاي على حضرتك عملت معانا. انا على فكره سبته عشان مستر انيس بس. فين دقله يا عم؟ انا مش همشي من غير دقله. لا دقله بيكشفوا عليه بيعملوا فيش تشبيه شاكين انه عليه احكام وهربان منها. شاكين ايه؟ ما هو عليه احكام فعلا. بعد اذنك. اتفضل يا فندم. ما تخلص انت كمان من الموضوع ده وانا محتاج مساعده. مساعده مين يا جدع؟ ده انا ساعدت نص عرسان مصر. اكثر الطرق للمراه قلبها. دي ما عندهاش قلب يا استاذ انيس. كوزين دوره كلمتين حلوين كورنيش وادعي لابو انيس. والله انا شكلي هادي عليك. ما تمشي بالراحه شويه احنا داخلين سبق. والله ما حدش قال لك تيجي تمشي معايا. يعني سيبك تمشي لوحدك. تيجي نروح ابو سمبل عشان نخاوي سمبل. ما تقابل يا داكر. ايه؟ اه شوف شوف جميل. مش مالي عينيك وانا ولا ايه؟ لا مش مالي عينيك يا ابو طويله. يا رب السفر اللي مش متوقع خالص ده. تيجي معانا وسيبك من لا 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 وكباتل كده كتير. والله العظيم كده كتير. بقول لك ايه؟ واضح ان هم عايزين حد يروح معاهم. انا هروح معاهم وانت روحوا. اجري ايه يا نب؟ اه يا رجاله اه اه هو مش حد بيعدي في الشارع ده ولا ايه؟ يلوع يما كلت على استاذ انيس ما كلهاش حرامي خشب في مصنع الكراسي. لو العيال ايه محترفه يديك يوجعك وما يعلمش عليه. يعني انت يا اسطى لازم تعمل فيها عنتين الاقصر. ايه يا دوله مراته بتعاكس كان هيعمل ايه يعني؟ يعمل عبيط. لا انا ما اسمحلكش. او علي فيه كل العبر اه بس أوه. علي راجل. معلش يا حبيبي. بس علي ايه؟ علي راجل. الله نجيب اتنين ليمون شجره صغننه كده وقلب. دقلة يلا بابا عشان نروح معبد فيلة. ما بحبش الفيلة انا قاعد. طريق كباش افرجك باباك ومامتك. قوم حيوان. تقعد يا استاذ انيس. لا طريق قوي انا. هو انا جريت وسبتك اه بس ده ما يمنعش ان انا كنت خايفة عليك قوي. تعرفي تتكلمي عادي الاول؟ ايوه بعرف اتكلم عادي وطول عمري بس انت اللي مش فاهم. علي انت ليه مش مصدق ان الموضوع مش غلاس عليك؟ انا مش عايزه ابيع البيت علشان جد الله يرحمه هو اللي وصاني بكده. ايه ده؟ هو انا عمري قلت لك ان انت حلوه قوي؟ لا انت عمرك ما قلت لي كده.
عمري ما سمعت منك غير شتيمه وسفاله وقله ادب ووقاحه. وانت يعني اللي بتسمعين الاطلال ده؟ انت لسانك طول كده. طيب بقول لك ايه، ما تيجي نحاول نفتح صفحه جديده نعمل بعض باحترام شويه. وافق. طب يلا على الاوضه. برنامج الاستاذ عمرو الليسي والدكتوره هبه فاضل عليه ربع ساعه يا دوبني. يلا. انت بتضحكي بعد ما جدع الشلفط بسببك. ورده انت اللي جابك؟ جيت عشان وحشتين. عندك وشبعي. اه يا هيام، هيام تعالى هنا. انت رايح فين يا جدعان؟ مش قادر. في ايه؟ مراتي اروح وراها. مرات ايه يا ابو مرات؟ احنا ما اتفقناش على كده. ورحمه ابويا اطلع من هنا عن نيابه على طول، وقدم كل وصولات الامانه اللي انت كاتبها على نفسك، واشوفك بقى يا حبيبي مشرف على البرش. ورده وحشتيني هبل هبل، بس يعني انا لازم اروح الحقها. ليه؟ لان دي المصلحه، دي اللي هنقفش منها الفلوس، اطلقها ارجع لك. بس انت خليكي قاعده زي ما انت كده حبيبتي. اوكي يا ام. ماشي يا علي، اما اشوف اخرتها معاك. يا ام ابعد عني يا علي. والله العظيم ما اعرف ان هي جايه. انت كداب وانا مش طايقاك. يعني ازاي مش طايقاني وبتضحكي في وشي واي كلام وخلاص يعني؟ سمير. سمير مين؟ سمير ده يا علي، ايه رايك في المفاجاه دي؟ مفاجاه زي ده بالظبط اخر حاجه اتوقعها ان انتوا هنا في الاقصر. ليه يا سمير؟ اذا كنت انت اللي موصلنا بنفسك محطه القطر. انا؟ امال امي؟ امال انا ليه قاعد اتوقع طول الفتره دي؟ عشان انت حمار يا سمير. ما تغيرش الموضوع يا علي، انا عايز اعرف حاجه واحده بس، ايه اللي موقفك مع علي في وقت زي ده تحت شجره زي دي؟ عندك حق يا سمير، انا اسفه، وحشتني قوي قوي يا سمير بجد. دي الاقصر نورت. وحشتني ايه ونورت ايه وشجره؟ انت عبيط يا ابني، دي مراتي وخطيبتي. ايوه بس بقت مراتي. ايوه بس كانت خطيبتي. اه ده انت كنت تضرب في الاقصر بقى يا سمير. علي بلاش تفرج الاقصريين علينا. علي ايوه وردتي يا روح قلبي جاي لك على طول اهو. وحشتيني. ايدك يا ابني، ايدك حاجه، انا مش فاضي اساسا. عندك هيشربها. اقف يا علي، اقف يا جبان. انا وحشتك بجد؟ لا. طب انت وحشتني؟ معرفش. طب انا هبات فين؟ والله العظيم لبات هنا معاكم في الاقصر. بس بقى استني. طيب استنى استنى استني عشان دوخان النيل. طيب هتوقعني يا سمير. يلا. ايه علي بقالي ساعه بكلمك وما بتردش عليا. طب بقالي ساعة ما بردش عليك عشان تفهمي ان انا مش عايز ارد، وانا لازم استنى 10 ساعات ما اردش. ليه بقى غيران على المدام عشان خطيبها جاي يشوفها من مصر؟ انت بتقولي ايه؟ انا غير من سمير؟ طب بصي لي. طيب بصي لي، ايه الاحراج اللي انا فيه ده؟ ما الناس كلها كوبل زي ما بعضهم ومبسوطين. بصي البنت بتبص للواد ازاي؟ بصي المتعة اللي فيها الاتنين دول فيها ايه يعني؟ ما تبصي لي يعني. بصي لي بصي لي. بس بقى يا سمير الجو حر فرحة تاني. بقولك ايه، انا جيت هنا عشان انت زهقتني وقعدت تزن وما رضيتش تنزل من على وداني. بس كلمه كمان والله همشي واسيبك. ها سمير يا حبيبي. سمير يا مين؟ يا حبيبي. حبيبي ده امتى؟ ده امتى سمير؟ هو انا عمري ما قلت لك ان انا بحبك قوي؟ ده انا يعني انا عمري ما قلت لك ان فلوس الدنيا دي كلها ما تسويش لحظه واحده عيشها معاك؟ انا مش فاهم المركب بيقت كده ليه؟ ايه المركب الزباله اللي احنا فيها دي؟ انا لا اعرف ان المركب دي بتطلع ناس بيئه ما كنتش طلعت عليها اساسا. بيئه؟ بس بس اوعى كده. طب انا رد. اه يا سمير. طب رد انا. مين دول اللي بيئه؟ على فكره احنا هنا بفلوسنا، وسمير دافع فلوس كتيره قوي عشان يفسحني على المركب، صح يا حبيبي؟ يا هيام انا ما بحبش اقول الكلام ده. ايه يا نجيب يا ساويرس؟ انت فاهم انك دافع فلوس؟ طب انا بقى حلوه ان المركب دي تبع الفندق، يعني بلوشي. استفدت ايه؟ استفدت ايه يعني؟ استفدت ليه بتضيع الكذبه الحلوه دي؟ بس يا ده عبيط انت. مين اللي عبيط؟ مين اللي قال كده؟ اوعي امسكي. طيب اوعي انت. طب اوعي من هنا. اوعي. مين اللي عبيط يا علي؟ عبيط تانية يا علي، واقسم بالله لا اجي لك اوريك شغل. وليه؟ ما كفايه عبيط الاولانيه واجي لك انا. عايز ايه؟ عايز ايه انت اللي جاي؟ لا انا جاي بس افصل شويه. بس قول الحوت اللي في مارينا حوت علينا لا ياكلك يا سمير. انت ما تعرفوش يا علي ان انا برج الحوت. اه فايه بقى؟ فايه؟ فاكيد يعني الحوت لما يطلع يلاقيني برج الحوت فيقول لا ده سمير عادي يعني. بعدين احنا اتفقنا على ايه؟ بص لي هنا يا علي، مش قلنا نقسم المركب نصين زي الاستاذه سعاد حسني والاستاذ شحات ابو كف؟ ولا لازم احط ملايات؟ ابو كف؟
طب تعالى بقى اكلك كف على قفاك يا زغرط. ثواني يا علي. تعالى يقف. ثواني يا هيام. ثواني. قول. اتفضل علي بيه. امشي. غبي غبي غبي. قول. حاضر. انت يا اختي فرحانه بلمه الرجاله حواليكي. بقول لك انا مش ناقصاكي خالص بتاعت الفراشه انت. انا بتاعت الفراشه؟ طيب والله لو اوريكي. انا عايز اعرف حاجه يا علي. انت ما تحبنيش ليه؟ طب سيبك مني انا يا سمير، اذ كل اسم شخص واحد في الدنيا بيحبك. امك الله يرحمها ماتت وهي بتولدك، قالت لك كده امتى؟ بس لو كانت عايشه. بس يا سمير بس. ايه بقى؟ ايه يا علي؟ ده هيام وقعت في الميه. ايه؟ وانت بالبرود ده عادي كده؟ ننزل هات قبل دي خطيبتك. ايوه بس مراتك. ايوه بس كانت خطيبتك. ايوه بس بقت مراتك. احنا هنقف نستظرف والبيت بتغرق. خد ده الموبايل ده عليه اغلى ما املك. ها؟ عليه افلام قبيحه؟ عليه العوض ومنه العوض. طب علي الباسورد. والله انا بوظه. انت بقى ده. علي. نعم. هو انت نطيت في الميه ورايا ليه؟ مفيش، لقيت الدنيا حر قلت انزل اخد غطس. يعني ما نطتش عشاني؟ لا في جزء عشاني. بني ادم بتغرق قدامي ده، لو في كلب بيغرق كنت نزلت جدا. ماشي يا علي. طب انت عايزه تسمعي ايه؟ انا يا ستي بصراحه حسيت ان انا خايف عليكي. لقيت نفسي فجاه. طيب انت حسيت ان انت خايف عليا دي؟ عشان بنت عمي. بس عشان بحبك. قولي تاني كده. عشان بحبك. ايه يا باشا؟ ايه يا عم؟ في ايه يا عم؟ سرعت امي، مالك في ايه؟ مراتي. ما كله بيقول مراتي. كله بيقول مراتي. انت مالك؟ انت سوق، انت ساكت؟ معاك رخص ولا لا؟ معايا رخص. طب خد دي. We'll be right back.
هتبقى اب يا لول. عفارب عليك، رفعت راسنا، الف مبروك. الله يخليك يا استاذ انيس. بس في حاجه صغيره كده انا مستغرب منها. بس خير؟ اختبار الحمل طلع فيه شرطتين. هل معنى كده ان هي حامل في توأم؟ حلوه والله، حلوه حلوه طبعا. لا نتكلم بجد بقى، انا عايز اشكرك يا استاذ انيس. اشكرك على ايه يا ابني؟ لسه بدري، 9 شهور وولاده وكنز. لا لا، ما مش قصدي على الكنز، انا عايز اشكرك ان انت جوزتني هي ام التعامل. انت حبيتها توتا ولا ايه؟ تكسفنيش بقى يا انيس بقى. يبقى حبيتها. ما قلنا ما تكسفنيش يا جدع. وانا قلت لك حبيتها. ايه الكابوس اللي احنا فيه ده؟ انا هتجنن. ده حبها وحبيته واحنا زي المقاطف. اتكلمي عن نفسك يا ورد. انا مش مقاطف. ورده، هو مقاطف دي من اللي اخترعها ومعناه ايه؟ انت سايب اللي احنا فيه وعايز تعرف ايه مقاطف؟ وانتوا كلكم بتزعقوا لي ليه بقى؟ انا بفكر في الانتحار. انت اكبر من كده بكتير. لا ما انا بفكر بس. ده خد منك خطيبتك، اعمل اي حاجه. والله عايز اعمل، بس اعمل ايه مش عارف. هي كيميا هنقع عليه وهي في بعض. عشان كلهم وهم ماشيين؟ سمعتكوا. سمعت كل اللي بتقولوه. احنا اللي صوتنا عالي. لا انا اللي شاطر واروح ابلغ عنكم. ده رايي يا دقله. هو انت مش قبضت عشان تنقل اخبار علي الانيس؟ حصل، وعلي الواطي اسامهم معايا. طب انا هديك قدهم مرتين، بس تعمل اللي بقول لك عليه. اعمله واعمل ابوه. وانا ممكن اعمل اي حاجه، اي حاجه، بس هي بترجع لي. اسكت انت بس، اسمعوني كويس بقى. علاقاتك برجالاتك يوم ورا يوم يبقى مسلامات. ربنا يخليكوا يا رجاله، الفرحه وصلت والله، بس من غير غنى عشان صوتكم زباله قوي الصراحه. ليه يا ابو علي؟ يا حسن يا ابو علي يا كفير. انت من غير غنى بقى يا اخي. روك ابو علي، روك يا عم، هتبقى اب. ايوه بس وعدني بقى انك تسمي سمير، حتى لو جبت واد يبقى سميه سمير. الله يبارك فيك يا سمير. لو اني يا جدع يعني حاسسها من ورا قلبك كده. لا والله العظيم يا علي، من جوه قلبي ومن قدام قلبي كمان. حتى اسال الواد دقله. والله العظيم الواد داوي يا ابني. في احنا ماسكين ازايز بس لسه ما شربناش. صح، انا اسف يا جماعه. والله من قدام قلبي علي. بعدين انا احب لك الخير يعني، ده احنا اولاد منطقه واحده. اذا كان على هيام يعني، هيام يعني كانت بالنسبه لي بنت ماشي معاها وخلاص. بنت ايه؟ لما تحترم نفسك. خلاص بقى، خلاص يا علي، خلاص بقى، دليل الادب. خلاص بقى، معلش بقى يا عم بقى، احنا جايبين حاجات حرام بقى وقلنا نحتفل بمولود الجديد. لا لا مش هينفع دول، انا اتاخرت قوي، مش هينفع اتاخر اكتر من كده على ام العيال. والله العظيم لا انت متاخر يا اخي، يا اخي احنا هنحتفل بيك، والله العظيم لا انت شارب معانا الحاجات دي كلها. طب عليا الطلاق بيت ثلاثه، ما انا قاعد معاكو ولا شارب حاجه. ما كان بس قلت لنا عليا الطلاق بالثلاثة معاشرة معاكم. كانت أيام حلوة والله. أيام حلوة ده كان من دلوقتي. بس حلوة يا ده سمير النقطة اللي أنت قلتها من شوية. والله ما قلت حاجة، أنا كنت بسمعها معاك. مين اللي قال؟ ده دولة اللي كان بيقولها. يا راجل. أه والله. طب لو دولة اللي كان بيقولها قولها أنت تاني يا سمير. ازاي دي؟ خلاص يعني انت مصر تسمع مني انا؟ طب انا هقول لك يا علي. قول. مرة واحد اسمه علي المراكين. لا على اسمي؟ لا على انت. اتجوز واحدة اسمها ايام المراكيني اللي كان خطيبتي انا. اه. فانا بقى يا سمير ما سكتش ورحت قعدت ادبر. وعدنا انا وورده ودودة. الله يخرب بيتك يا جدع. عايزين نكمل حلوه والله. احنا يا نهار اسود، انا اتاخرت قوي يا جدعان. وبعدين قلنا ان احنا هنوقع بينك وبين هيام ان انت تخش الورده زي فيلم سلام يا صاحبي لما دخل على سوسن بدر. طب بقول لك ايه؟ ما توديني للاستاذه سوسن بدر. يا انت وفرت عليا، متشكر قوي. يلا سلام سلام يا صاحبي. قلنا يا ما قلتي وانت قلنا يا عم مين بيقول ايه؟ يلا نصبح على خير بقى يا سمير. انا مش هصبح على خير، انا انت رايح فين؟ ما دي اوضتك. علي علي اصبر بقى عشان ما انصحكش. الشهر بندق محلى وسهلة باللي بيحضر. حيت عليك يا عالي ومركب بتدور عالي. حيت عليك يا عالي ومركب بتدور عالي.
تعرفها ايه؟ ايه؟ سيب ايدي علي، سيب ايدي علي. مليش فضايح قدام الناس، تعال نروح الاوضه ونتكلم وانا هفهمك كل حاجه. تفتكر ان ممكن اوضه تجمعني انا وانت تاني؟ انا كان لازم افهم من الاول ان الوسخ يفضل وسخ طول الوقت وما بيتغيرش. حتى لما ابتديت احس انك نضفت اتريك بتعمل كل ده عشان احمل منك ونجيب الولد وتاخد الفلوس. لعلمك بقى الولد اللي ببطني ده ابني لوحدي، ومش هديه لاتنين اغراب عشان يروحوا يفتحوا بيه مقبره ويطلعوا كنز. انا مش هبيع ابني بالفلوس زي ما انت ممكن تبيع اي حد عشان خاطر الفلوس. لا يا شيخ، وانت ما اتجوزتنيش عشان الفلوس، ما بعتيش خطيبك عشان الفلوس، ما جيتيش معايا هنا الاقصر عشان الفلوس. كلنا بعنا، انا وانت وابوكي وامي وكل اللي حوالينا باعوا عشان الفلوس، مش انا بس اللي ابن كلب. لا مش انت لوحدك، بس انا من النهارده قررت ما بقاش بنت كلب تاني. انا راجعه مصر يا علي. ايه بربط الحبل ولا بنط الحبل؟ لا انت ما بتعملش حاجه خالص، انجز، هنتاخر. ما انا قصدها يا ايام، انت نجمه، اي نجمه بتاخر من 3 الى 5 ساعات في الطلعه. عايزين نطلع بقى، يلا. اهو ارحمني يا رب من الغباء. علي انت ايه اللي جابك؟ انا جاي عشان اقول لك ان انت اجدع بنت انا شفتها في حياتي. علي كل اللي بينا انتهى، امشي. علي ايه اللي جابك يا علي؟ امشي دلوقتي علي احسن لك، انا بقالي 3 ايام بلعب كونغ فو. امشي بدل ما هينا. بلاش مشاكل يا علي، وتفضل امشي. ان كان علي في بطني انا هنزله وهنتطلق وكل حد فينا يروح لحاله. عيل ايه اللي هتنزليه؟ انت مراتي وانا مش هطلقك. يبقى هخلعك. يبقى هخلعك، وحشة قوي في حقك دي يا علي. امشي احسن لك يا علي، بدل ما اعمل لك حركة الهونكشي فيها كسر الرقبة دي. خاف من هونك شي؟ لم شوية مشاعر، لم كده شوية، لم شوية. فين اللعب العيال ده؟ انت هتفضلي معانا هنا في الفيلا لحد ما تولدي، وناخد العيل ونجيب الكنز. طلعت بتتكلم عربي؟ انت ما بقتيش غريبة. اعرفك عزيز، مصري ابن مصري ومن صفة اللبن. انتوا نصابين؟ بعد حالك عايزك تتلمي كده وتعقلي عشان هنقعد مع بعض هنا فترة طويلة لغاية ما تولدي. في هدوء. تحبي بقى أولدك طبيعي ولا سيزيريان؟ يبقى طبيعي. ما تتنيل تصحى، احنا جايين ننام. ايه ده يا علي؟ بتزعله وانا نايم؟ ده النوم سلطان يا علي. ما تسيبه ينام يا علي، سيبه يا عم.
ده احنا بقالنا 9 شهور عمالين نلف من صباحيه ربنا لصباحيه ربنا، الشمس طلعت علينا برضو. ادي مراتي ياض اللي اتخطفت وكانت حامل زمان دلوقتي على وش ولاده. يا ترى انت فين اهي يا حبيبتي؟ اهام يا ابن توت كمان حزقه سعد عيلك يا حلوه. انت اللي حمار يا علي. عشان كان باين عليهم قوي ان هم حراميه. ولما كان باين عليهم قوي يا زكي ما كشفتهمش انت ليه؟ انا كنت سايبك انت اللي تقفسهم. اقفسهم؟ تقفسهم. وانت ايه بتبص ليه كده؟ لا على فكره ولاد ناس جدا، انا مره وانا بقابلهم لقيتهم دخلوا حته فيلا جامده جدا. فيلا ايه؟ فيلا في التجمع. انت كمان عارف مكانها وما قلتش المعلومه دي ليه من 9 شهور؟ ما حدش سالني. ما حدش سالك يا ابن العبيطه. اركب. اوبا بسم الله ما شاء الله. يا الخالق الناطي ابوك نفس الشبح معفي برضه. اهي اهي يا دي الفيلا يا جدعان. متاكد كده؟ احتمال. احتمال دي يعني متاكد؟ ما اعرفش. معانا واحد غبي يا علي. هو بس الغبي؟ انزل انزل. ما تخافش يا علي. هو انت الغبي. معانا انت اهي. ما تخافش نعمل ايه بقى في الليله ديت؟ انت معاك قصه تاني. علي. سجل. لا لا لا. طب ما تيجي شبك لي. لسه عبد الحرمية. هات خد يا علي. خد بقى التليفون يا علي. شايف ابنك اتسبب فيه يا علي؟ شايف وصلنا ليه؟ لا 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 يكفي هذا. لم يتبقى سوى 5 دقائق وينتهي الفيلم. اهدى يا سعد. مش قادر يا بيومي. مش قادر. ده اسفاف. انت مريض ليه من الاول؟ كان علاء صوت. تعمل ايه؟ السبكي جه. يلا يا جماعه احنا واقفين على ايه؟ ايه اللي معطل؟ انا عايز افهم. انا ما يلا دي فلوس ناس. يا ايه في ايه عاملين اجتماع عليا ليه؟ لا مفيش حاجه حبيبي. لا ابدا. السعداني متضايق وبيقول عايز امشي واسيب الفيلم. يمشي واسيب الفيلم؟ والفيلم نعمل فيه ايه؟ ما نعملش فيه حاجه. خلاص مش هكمل. غزولي تعالى اتصل بابوه. عليه ابويا يا حاج. ما نشتكي لاشرف زكي ونخلص. لا لا بحضر خير. بقول لك يا عم محمد خد التاج ده اتكسر وانا مش عايز بيه فلوسي. تمام كسرت كمان التاج. كسرت. خد مش عاوزين. يلا توكل على الله. كلوديا اسس ابو سريع. وانت يا حاج ايه رايك؟ انا يا اسس يا ابو سريع تعالوا. خد دي واديني باقي حق. ها
هو ده بقى حقك. خير يا محمد بيه يا منتج يا كبير. انا مشيت السعداني توكل على الله. الحمد لله. شوف احنا بندبر ايه وربنا بيكرمنا بايه من بدري يا عم محمد. مش مناسب وغير صالح. الحمد لله. الحمد لله كده تمام. ايوه كده يا عم بقى محمد ده. وبعدين لبس الفلوس الشعبيه دي عايزين نغيرها يعني. وانت يا استاذ ايه؟ انا عندي دعوه. تمام تمام. ايه رايكم بقى ان انا مش عايزكم انتوا كمان توكلوا على الله؟ والله الصراحه يعني ربنا ينجينا منك يا عم محمد. والراجل ده اسمه ايه؟ يونس وعصبي قوي. عصبي؟ يا زولي ماشي المخرج. انا اول مره اشوف فرعوني من البرازيل. والله لا حالك الشيف. يا اسم الشيف يا كلب. طلع كده. انت اللي رشحتني. ايوه ليه؟ مش عارف انت كنت جايبك ايه عشان ازلني. عشان تزلني. ازلني. تشغلني معاك ايه؟ الفيلم تشتغل تشتغل فيه مع الصبح. ليه؟ انا رضيع. ليه؟ طيب. ما انت بتشتغل في اي حاجه. اي حاجه يا كلب. احنا بنبدا انت خلاص. ايه انت عبد الحليم حافظ. انت بتبدا انا مالي انا مالي طيب. ماشي يا عم بيوم. ماشي يا عم بيوم. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل.